والله احنا بنجتهد، احنا عملنا كل حاجه على اسس علميه. شركه زاد للاستثمار الرياضي بدات فكرتها باسس واستراتيجيه معينه، عارفين طريقنا كويس. مجلس اداره في تشكيله كبيره بتضم مجموعه استثماريه، مجموعه لها خبرات في الاداره ونجوم كوره، وبالتالي انت قادر تعمل توليفه تقدر تواجه بيها التحديات، تقدر تقدم براند مصري بمواصفات اوروبيه. بنعشم في ربنا ان شاء الله وبنجتهد كلنا الحقيقه، ومتشرف ان انا مع زملائي في مجلس الاداره بنقدر نجتهد ان احنا نوصل نضيف حاجه للكره المصريه، نقدر نقدم اجيال جديده تفيد بلدنا وتفيد المنتخبات الوطنيه. الكره فيها متعه وفيها اثاره وفيها تحديات. مجال الرياضه احنا عارفين ان هو مجال مهم وصناعه كبيره في العالم، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدر نقدم من خلاله نموذج مختلف ان شاء الله. عشان كده زي ما اتكلمنا في المؤتمر الصحفي ان احنا عاملين مصادر متعدده للدخل، في جامعه رياضيه، في مستشفى رياضيه، في نادي اجتماعي رياضي، فاحنا بنتكلم عن الرياضه بشكل عام مش عن كره القدم بس، وفي عوائد كمان من كره القدم. فده التوليفه الكبيره اللي احنا عاملينها وان شاء الله يكون ليها عائد كويس باذن الله.